السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة جميلة وظريفة، فكرتها إن أنت بتختار أي موضوع أنت عايز تتعلمه وتبدأ تبعت لك كل يوم جزء لمدة 7 أيام. يعني مثلا عايز تتعلم برمجة فكل يوم هتبعت لك جزء، عايز تتعلم هندسة عايز طبعا مش هتبقى مهندس بس أقصد مثلا إيه، في جزء مثلا عندك في الكلية مش قادر تفهمه هيبدأ إن هو يشرحه لك. مثلا عايز تتعلم تغذية فيبدأ إن هو يقسم لك المنهج الحاجة اللي أنت عايز تدرسها ويبدأ إن هو يحطها. طبعا وحطيت لك اكتر حاجات الناس بتدور عليها، دي اجدد حاجات الناس بتدور عليها. ممكن تقول له انا عايز اتعلم لغات، مثلا عايز اتعلم الماني فرنساوي اي حاجه، فهو يبدا يبعت لك. ممكن انت تختار حاجه مش موجوده وتقول له ظبط لي المنهج فيبدا يظبط لك المنهج ويبعته لك. مثلا عايز اتعلم الماني، لا ده ياباني، فتبدا تكتب الاسم بتاعك والايميل وهو كل شويه يبعت لك لمده 7 ايام.